لمحبين الشوكولا عملت اليوم وصفة الكرينكل كوكيز بزيت نباتي بلا ولا نقطة زبدة. لهيدي الوصفة منحتاج كباية طحين، ربع كوب زيت، كباية سكر، نص كباية كاكاو، بيضتين، ملعقة صغيرة بيكنج باودر وملعقة صغيرة من الفانيلا. منبلش الوصفة بخلط الكاكاو، السكر والزيت النباتي. منزيد على الخليط البيض وحدة وحدة ومنا نخلطهم بالميكسر، أو إذا بدكن تعوزوا الويسك لازم تخلطون كتير منيح وبسرعة، وأكيد بدنا نزيد هلأ كمان الفانيلا ومنخلط. منضلنا عم نخلط حتى يصير عنا الخليط بهيدا الشكل. منرجع منجيب المكونات الجافة يلي عنا، يلي هن كباية طحين وملعقة صغيرة من البيكنج باودر، ومنضيفهم فوق خليط الشوكولا. وبعوز هلا سباتشولا، او فيكن حتى تعوزوا ملعقة خشب، تندمج الطحين بباقي الخليط. تتكون عنا بالاخر هيك عجينة بتحسوا القوام تبعها ستيكي، بتحسوها عم بتلزق على الملعقة، هيك لازم تكون. هلا بدنا نغطيها منيح، انا عزت كلينج راب تغطيتها، وبدنا ندخلها على البراد لحوالي 4 أو 5 ساعات، وحتى فيكن تتركوها لتاني نهار ما بيأثر. هلا بعد ال4 ساعات منشيل الكلينج راب وبدنا نبلش نعمل الكوكيز. هلا انا هون عزت سكوب، اللي ما عنده سكوب فيكن تعوزوا ملعقة، بس تناخد قطع يكونوا نفس الحجم. بدنا نعملهم هلا هيك على شكل كروات ونلطهم بالسكر الناعم، اهم شيء تلطون كتير منيح بالسكر الناعم. بهالوقت بنحمي الفرن درجة الحرارة 180، ومندخل صينيتنا على الفرن على الرف الوسط. الفرن داير بس من تحت، بياخدوا حوالي 12 ل 15 دقيقة. ليكوا ما احلاهم كيف بيفلشوا هيك وبيعملوا هالتشققات من فوق، شيء ولا اروع، ريحتهم بتشهي وطعمتهم كتير طيبة. وهيدي العجينة بتعملنا 12 قطعة، فيلي بدو يعمل أكتر بتدوبلو الكمية. إذا عجبكن الفيديو وعجبتكن هيدي الوصفة ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب لماي تشانل، وأكيد تابعوني على الانستغرام لوصفات كتير طيبة. وصحتين وألف هنا. I'm gonna turn all my name, 'cause I knew that I call you.